المدافع الأيمن التوزيع ولكن الحارس السيراليوني نحية الرباط فوق العارضة دوري الأول من كرة من هناك وش قدم الكرة ناحية من المراوغة في الحارس لا ولا ولا إلى منطقتهم تزاو ممتاز بالخيثر ميرزيك يحتفل بالكرة إلى إيوالا ممتاز يراوغ إيوالا يحتفل بالكرة إلى من إيوالا إلى دراوي في الشباك هذا سيفعلها العوافي إلى العريبي العريبي يعود إلى منطقة وسط الميدان تضيع الكرة يجب الضغط يجب الضغط ميريزاد ممتاز العريبي إلى من إلى دراوي دراوي بالخيثر بالخيثر المدافع الأيمن إلى ميريزاد حذاري من الأخطاء إلى دراوي ممتاز جدا دراوي يحتفل بالكرة يوزع ناحية إيوالا رايح إيوالا يراوغ يراوغ إيوالا إلى من ممتاز ناحية دراوي ينطلق دراوي إيوالا يلا يا إيوالا يحتفل بالكرة ولكن ضائعة إلى بوشار حامل العرين وقلب الدفاع إلى كداد ثنائي محور دفاع شباب الوجداد في المباراة اليوم ينطلق كداد ممتازة ناحية إيوالا يلا يا إيوالا أوه ولكن يقض دفاع السيراليوني دعوة في مباشرة ناحية ميريزان إسلام بكير نغير الجهة يراوغ بكير ممتاز بكير هاي البكير هاي البكير يا واش ضيع اسلام بكير في لقطه فرديه رائعه جدا دعوافي الجميع في منطقه وسط يفعلها كداد اولى اهداف المباراه لفريق شباب الوجداد يا سلام يعود بالخير ميريزاد هيدا 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 ما يلحقش بالخيثر ما يلحقش عريبي يضغط يلا يا عريبي يلا يا عريبي يعود العريبي ممتاز يراوغ ميريزاد اي 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 بكير ما لحقش على هذه الكرة العوافي من هناك اسلام بكير العوافي العوافي يحتفل بالكرة يعود إلى الوراء اسلام بكير اسلام بكير يراوغ يغير الكرة ناحية بالخيثر ممتاز الكرة من هناك يحتفل بالكرة بالخيثر التمريرة دراوي رايح ممتاز دراوي يلا يا دراوي اوه خطأ عوافي اسلام بكير والدفاع يتدخل بالخير بالخيثر متسلل ايوالا ممتاز بالخير ممتاز بالخير وايوالا ايوالا ايوالا بالخيثر والدفاع هو في هذه اللحظات الحكم الليبي عبد الباسط طاهر يعلن عن نهاية المرحلة الأولى عودة بأسماء حضرتكم متابعينا الأفاضل في كل مكان إلى ملعب الثامن ماي 45 وإلى أطوار المرحلة الثانية من هذه المباراة ممتاز بالخيثر ينطلق بالخيثر التوزيع والدفاع يتدخل ميريزاد ناحية العوافي العوافي يتدخل في منطقة وسط الميدان ولكن كداد لا يرحم رائع جدا كداد بقوة حذاري من الأخطاء حذاري من الأخطاء العوافي في المراقبة رائع رائع ميريزاد اوه يا ممتاز جدا ينطلق ينطلق مباشرة راح إيوالا ينطلق إيوالا يمر مباشرة ناحية بالخير ضيع الكرة تبقى الكرة يعود بالخير يوزع عيد بالخيثر يلا يا بالخيثر ينطلق من هناك دراوي 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 يلا يلا يا دراوي يراوغ دراوي يسدد سيراليونية داري من الأخطاء من هناك بوشار من هناك بوشار يتدخل ينقذ الكرة
الكرة والدفاع يتدخل من هناك. ماذا يقول الحكم؟ يترك الأفضلية والحارس قندوز. كرة سيراليونية ممتاز جدا، رائعة من بلقيدر، يوزع من هناك، ينطلق من هناك، ممتازة العريبي، العريبي ممتازة. الدفاع يتدخل، ميريزاك بروعة ناحية على الجهة اليسرى، بوردين إلى بلخيثر، بلخيثر يوزع حذاري من الأخطاء، والدفاع يتدخل، بوشار العريبي بوردين مباشرة ناحية العوافي، هاي صعبة يا الله يا العوافي، ولكن الكرة كان الليدري يعلن عن نهاية المباراة بثلاثية كاملة.